ما يجري الآن حقيقة أثبت بالدليل القاطع أن الميادين دخلت في الردع الاستراتيجي النفسي على صاحب القرار الإسرائيلي. هذه نقطة مهمة جدا، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يعني استهداف الشخصيات العربية داخل فلسطين المحتلة لأنها تظهر على شاشة الميادين، لأن الميادين ليست فقط شاشة يعني شاشة ذات بعد إقليمي دولي عربي مقاوم وطني، لكن أيضا تعتبر شاشة الفلسطينيين والدولة الفلسطينية، وبالتالي من يظهر عليها من الفلسطينيين أو من العرب داخل إسرائيل يعتبر مناهض أو يأتي ضمن السياق الذي يسير فيه الشعب الفلسطيني في مسألة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ما يجري نعم هناك ترابط إقليمي وكذلك دولي، بالمناسبة حتى على مستوى الإقليمي مسألة أن يكون هناك عنصرية وتطرف و فيما يخص الفكر، يعني تطرف فكري واضح حقيقة. نعم ترامب يمارس العنصرية ضد الأمريكان وكذلك يمارس العنصرية بصورة عامة، يعني ضد المسلمين بصورة عامة، هو أعلنها يعني ليس فقط ضد الأمريكيين، هو أعلنها ضد الإسلام والمسلمين بصورة عامة. وبالتالي الآن الإسرائيليون يسيرون على نفس المسار الذي يسير عليه يعني ترامب. مآلات ذلك أعتقد أن هذا الأمر يعكس أن الآن الكلمة من خلال الشاشة الحرة، الشاشة الموثوقة التي تنقل الحقيقة والمصداقية، أصبحت تؤثر في تفكير ونفسية صانع القرار سواء إسرائيلي أو غير إسرائيلي. هذا من جانب. جانب آخر حقيقة نحن لدينا في العراق تجربة مع الميادين، تجربة ناجحة بشكل كبير جدا. كانت الميادين في معركة الموصل فعالة وذات توجه يعني حاسم في المعركة من خلال الوصول إلى الخطوط الأمامية في المواجهة ونقل الحقائق، رغم أنه هناك يعني قنوات مضادة للشعب العراقي، ماكينة إعلامية كبيرة جدا كانت تحاول أن تشوه الحقيقة علينا، لكن كانت الميادين من ضمن القنوات التي كانت حقيقية وحقيقة يعني تنقل المصداقية بحقيقية، ليس كلمة على الشاشة وإنما فعلا على الأرض. وبالتالي هذا الأمر حتما أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار ممن هم داعمي للمجاميع الإرهابية ولداعش وهم الإسرائيليين. وبالتالي هنيئا للميادين، هنيئا لملاكات الميادين، هنيئا لكل من يلجأ للميادين لكي يستقل الحقيقة التي لا غبار عليها.